كم سنة؟ هذه حوالي 12 سنة كده. 12 سنة. ورثها أبا عن جد؟ أبا عن جد عم مستوى جمهورين حج بقى نحن غير نحن خضران مسكين من الفش لديروت بمراكزها. الأسد بتيجي منين؟ بتيجي من بلاد برا من افغانستان مانيزيا. من جنوب افريقيا بس تزرع في الغابات ما ينفعش تلاقيش زرعها في مصر هنا. الزبائن بكل واحد بيبقى ليه عصاية؟ كل واحد اللي ماسكه معايا مثلا في مثلا تجار بهايم تجار مواشي كل واحد اللي ماسكه معايا في عصا بتتحط في البيت في عصا بتتحط في المحلات نظام دفاع عن النفس وكده. ليه اخترت المهنة ديتي؟ انا اصلا تمريض بس المهنة دي ابا عن جد انا ابويا طلع من الدنيا لاجيها وانا طلعت لاجيها فاحنا بس شغالين في المهنة دي. المهنة دي يعني انتم اللي شغال فيها ابا عن جد امنا دي. رأيك ان المهنة دي هتستمر ولا هتنقرض؟ لا هتستمر يعني بقولك ابا عن جد يعني في حالة داخلين 60 سنة 70 سنة المهنة دي شغالة هما تذكر الناس هما ما تبطل تمسك عصا يعني بدل ما يمسكوا سلاح ويمسكوا حاجة يعني فالعصاية دفاع عن النفس. لما بيجي لك لما بيجي لك زبون بيبقى الانواع اللي بيفضلها الاهالي في ملوي وال فحس مع النسر هو الجدر ده اللي هو ده الجدر النسر بنظام على كده جدر ونزل بروفه وكده. انواع العصا ديت يعني مثلا انواع كتيره هو في بامبو بتعمل منه كراسي برضه وأطقم كراسي ترابيزه وكرسين وكده يعني في وزيري في اطرف في اللي هو بتاع الشماسي بتنبيه شمسيه ده في بتعمل بيه عبود حمام في حاجات كتيره دي في حاجات كتيره يعني دي استخدامات كتيره. الاسعار عاد بتبدا من كام؟ الاسعار بتبدا من 40 جنيه لحد 1300 1400. شكله بيبقى ازاي مثلا العصايه اللي بتبقى عامله 1300 جنيه؟ العصايه 1300 دي بتبقى حامه ميه ده كده ما بين النص حاجه معينه كده اذا كان في تقله اذا كان في وزنه اذا كان في شكلها بتبقى حاجه معينه زي كل حاجه غير الثانيه في اختلافات. الحاجات اللي بيحبوها يعني الاهالي في مركز ملوي يحبوا مثلا عصايه تخينه عصايه رفيعه في الوسط تخينه جدا بس فاس وبرده في الادخل كانوا رفيعه لا حسب برده في حد ناس غنامي رجل غنامي بيحب العصايه كده في ناس على قد برضه سنه ما تعرفش ترفع عصايه بتختار رفع عصايه رفيعه على الوسط بس. ممكن بيجي لك زبون انت اللي بتختار له العصايه بتاعته ولا هو اللي بيختار بنفسه؟ لا انا اللي بختار له العصايه بتاعته. ازاي يعني بتختارها؟ يقول لي انا عاوز عصايه عم بقى 1 2 3 فانا بشوف ايه المناسبه ليها واديها له. يعني مثلا عايز عصايه. طب بالنسبه للعصايات مثلا في ناس بتاخدها ترقص بها في الافراح، هل بيبقى فيها عصايه معينه ولا كلها؟ ايوه عصايه معينه اللي هو الجدر الرفيع على الوسط. الجدر الرفيع على الوسط.